أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في برنامج أبيض وأسود، وحلقة جديدة حول التواصل الاجتماعي والتخفي بتواصل الاجتماعي. اليوم نشوف البعض يستخدم صور وهمية والبعض يستخدم أسماء وهمية أيضا. ليش هذا الاستخدام وليش ما نخلي صورنا، ليش نتخفى بوسائل التواصل الاجتماعي وهي الوسائل التي تتيح لنا الفرصة أن نتواصل مع الآخر؟ شلون راح نتواصل مع الآخر وإحنا بدون اسم، بدون صورة حقيقية؟ شلون راح نقدر نعرف منه هذا الشخص الآخر إذا كان مبهم لنا؟ هذا الموضوع راح نناقشه، وراح نناقش سلبياته وإيجابياته إذا كانت موجودة مع المختص، لكن بعد ما نشاهد بعض الآراء. السبب يعود لأنه المجتمع العراقي يعني مجتمع عادات وتقاليد، فالناس تحب تحافظ على خصوصيتها خاصة البنات، والولد يعني هم عندهم أسباب. يعني كل من حسب، تختلف من شخص لشخص. بالنسبة لي مسوي الفيس يعني باسمي على مود أصدقائي يقدرون يلقوني ويتواصلون وياي، وهذا السبب يعني مال مواقع التواصل الاجتماعي هو هذا استخدامها الصحيح. إنما إذا بنية تسوي فيس بغير اسمها يجوز ما تريد أحد يعرفها، مثلاً قرايبها وجيرانها وهيك شيء، يعني بالنسبة لمجتمعنا هذا الشيء مطلوب على مود إنه تتخفى وهيك شيء وتقدر تسوي فيس وتشوف العالم تعرفهم وتتواصل وياهم. بالنسبة للولد ما كاي سبب إنه يغير اسمه على فيس. للحديث عن هذا الموضوع ولمناقشة هذا الموضوع ويانا الآن الأستاذ ثامر حساني، مدرب تنمية بشرية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ بلال. بالبداية أريد نعرف ليش نتخفى إحنا بوسائل التواصل الاجتماعي؟ ليش البعض، واليوم أكو نسبة كبيرة جدا أعتقد، تتخفى بوسائل التواصل الاجتماعي وتتواصل ويا الناس بغير اسم وبغير صور؟ تمام. التواصل الاجتماعي هو من اسمه التواصل الاجتماعي. نعم. وجد هذا التواصل الاجتماعي لغرض التواصل مع الآخرين. جميل. لغرض التواصل وإيصال رسائل من المرسل إلى المستقبل. نعم. وهنالك رسائل عدة وهنالك أدوات لنقل هذه الرسالة. جميل. فمن قلنا إحنا تواصل اجتماعي يجب أن نظهر بصورتنا ونظهر. نعم. حتى لو تقدر أستاذ تقدر تلخص لي التواصل والاتصال بأقل من دقيقتين يعني. تمام. قبل أن ندخل بالحوار. التواصل هي عملية الاتصال. نعم. هي عملية دينامية بين مرسل ومستقبل. نعم. وتكون بين المرسل والمستقبل هنالك رسالة لتوصيل معلومة. نعم. أو أفكار أو مشاعر أو آراء، وهنالك أداة لنقل هذه الرسالة، وهنالك أيضا تنقلب العملية، يكون المستقبل هو عبارة عن مرسل بعد أن يرسل له فيدباك وتغذية. نعم. راجعة يعني يرسل له إشارات. طيب. يتحول المستقبل إلى مرسل وتتم عملية التواصل. جميل. لماذا بالنسبة لسؤالك، لماذا هذا التخفي ولماذا هذا التخفي بأسواء وهمية؟ نعم. ندرجها على ثلاث محاور. طيب. المحور الأول هو المحور السياسي. نعم. المحور السياسي بشقين، الشق الأول وهو هنالك جماعات إرهابية. نعم. تتخفى باسم الإرهاب وتعمل بالخفاء لتجنيد بعض الشباب وبعض الأفراد لأعمالها الإرهابية الغير مبررة. طيب. هذا جانب، والجانب الآخر هو الخوف من الملاحقات الأمنية وعدم إتاحة هامش من الحرية. نعم. لقول ما يريده. هنا قصدك أنه نقص بالديمقراطية، عدم الشعور بالأمان من طرح الأفكار. من طرح الأفكار. شخص عنده أفكار معينة يريد يطرحها لكن يتخوف من طرحها إلا أن يطرحها باسم آخر. بالضبط، مثل ما حدث يعني بعد ما صارت الاضطرابات العربية. نعم. هناك مراكز دراسات أشارت إلى هذا العنوان بالضبط. جميل. إنه هنالك عدم يعني ماكو حرية، فبالتالي أصبح هنالك تخفي وازدادت نسب التخفي وراء الأسماء الوهمية جراء الاضطرابات الأمنية التي حدثت في الوطن العربي. جميل. وهنالك شق آخر ألا وهو الجانب الاجتماعي. نعم. الجانب الاجتماعي مسألة مهمة جدا به، أنه نخاف نطرح آراءنا على المجتمع، نخاف لنتقيد ونتقيد بمجتمع يقيدنا بآراءه وتصرفات هذا المجتمع. نعم. وهنالك عادات وتقاليد موروثة
نتقيد بها ونخاف أنه نوسم بأوسام غير الأوسام الموجودة بهذا المجتمع. هذه الأفكار وأيضا بعض بعض الجوانب الاجتماعية، خوف البنت أو الولد من طرح آرائه، فهذا جانب اجتماعي. طيب. وأيضا هناك جانب سايكولوجي نفسي. نعم. هسه هذا احنا بدنا نحكي باختصار. هاي باختصار. نعم. الجانب السايكولوجي، جانب السايكولوجي النفسي بشقين أيضا. الشق الأول هو الخوف والتردد وعدم البوح بأسرارنا. نعم. فهذا نخاف احنا نطرح أفكارنا السايكولوجية. وأيضا هنالك مسألة نفسية مهمة جدا، ألا وهو الابتزاز وإثارة الشائعات. نعم. هذه مسألة مهمة جدا من الناحية السايكولوجية. خلي نبدي من الأخير، نبدي بالسايكولوجي واللي هو بمشاكل كثيرة، وأعتقد هو الأكثر شيوعا بالتخفي اليوم اللي نشاهده، مو صحيح؟ أكيد. طيب، عندنا حالة أيضا إحنا ويانا أو نموذج اللي هو شاب علي. علي أعتقد موجود ويانا عبر الأقمار. أهلا وسهلا بك علي. مرحبا. أهلا وسهلا بك. علي، أنت كثير التواصل الاجتماعي. نعم. أنا يعني أدت موقع الخاص من فيسبوك، من إنستغرام، أي مواقع من السوشيال ميديا. نعم. بناء يكون بها صورتي، بيكون بها تفاصيل أي شيء تخص حياتي. طيب. بس لمجرد بأنه نوب، يعني أكو تلاحظني حالات، تجيني حالات كلش هواية بأنه الموضوع الشخص اللي يجي المقابيل يجي يحكي وياي، وخاصة بالأخص بأنه اللي يكون البنية. نعم. بأنه موضوع الصورة مبهم، موضوع الاسم مبهم، كل شيء يكون بها مبهم. السؤال لهذا الموضوع بأنهم من أجي أنا أحكي ليش صورة ماكو، ليش ماكو أي تفاصيل تخص حياتك، تخص العفو، تخص كذا، بأنه يعني أكثرية الأعذار بأنه يا من خوفا من الأهل أو التزام. نعم. من أخوها. علي، أريد أسألك سؤال. نعم. أنت تتكلم ويا شخص وتتواصل ويا شخص سواء. نعم. كان أنثى أو ذكر. نعم. شلون تقدر تتواصل ويا بدون معرفة شخصيته من صورته أو اسمه؟ شنو شلون راح تقدر تتواصل وياه؟ شلون تعرف يعني حتى فكريا يعني شلون تعرفته؟ أنا يعني لمجرد بأنه هو اللي حيكون الحكي الأساسي اللي هو المتعارف عليه عند كل شخصية، بس بعدين. نعم. ما راح أقدر، مستحيل راح أقدر أكون أنا متواصل وياه وأنا هذا الشخص أمامي مبهم. تتوقف الحدود. تتوقف بالضبط، تتوقف الحدود. يعني ما أعرف يعني يا ما يكون أصلا ولد. نعم. يا ما أصلا يكون بنية فايت لي بروفايل ولد، يعني ما شيء مبهم كل شيء، يعني ما أقدر أعبر هذا الخط. طيب. الويا. طيب، أنا راجع لك علي. نعم. حتى نذكر أمثلة. أستاذ ثابت، لاحظت هذا ينطبق على المثال الآخر يمكن أو الثالث، مو صحيح؟ اللي قلنا السايكولوجي. السايكولوجي. هنا السايكولوجي هم بأقسام، مرة نقول عدم الشعور بالثقة يصير. نعم. أكيد هناك سايكولوجي بها شقين. إن الشق الأول هو ضعف تقدير الذات. نعم. إذا كان عندنا ضعف بتقدير الذات فأيضا رح نتخفى بوسائل أخرى. نعم. ما نظهر يظهر علينا الخوف والتردد من كشف آرائنا وكشف شخصيتنا المباشرة. نعم. وأيضا قد يكون هنالك كبت عاطفي، وأيضا قد يكون هنالك أسباب أخرى، قد يكون هنالك خوف وهناك تردد وهنالك عدم تحمل مسؤولية، لأن إذا ظهرنا بصورتنا الواضحة وبهويتنا الجلية قد يكون هنالك كل كلمة هي عبارة عن تحمل مسؤولية. نعم. إذا ما كنت أتحمل هذه المسؤولية فما أظهر بمظهر الشخصي الواضح. هذه هنا هذا أريد أعرف نقطة، هذا بي إيجابي وسلبي؟ لو كله سلبي لو كله إيجابي؟ إذا قلت يعني أنه أظهر بمظهر الشخصي، فالراجح هو الظهور بالمظهر الشخصي. نعم. الحقيقي، هذا الراجح. نعم. أما المرجوح فهو أنه نظهر بالتخفي. نعم. إذا تقول لي أي هو ترجح، أقول نعم نظهر بمظهرنا الحقيقي. نعم. ليش هذا المظهر بمظهرنا الحقيقي؟ لأن هو وسائل التواصل الاجتماعي وجدت لأنه نظهر بمظهر التواصل الاجتماعي. نعم. ما ممكن أن تقوم علاقة إلا بعد أن نكون حقيقية، فعملية التواصل والاتصال لابد أن تكون حقيقية. إذا ما كانت حقيقية فهي بنيت على وهم، والمبني على الوهم لا بد أن يقع وتكون هذه العملية كلها واهمة. لذلك فأنصح أنه يكون التواصل حقيقي، لأن هذا بمساوئ كثيرة. نعم. منها؟ منها أولا، من أهم المساوئ على مستوى، عندنا مساوئ كثيرة على مستوى الفردي، على مستوى. نعم. الفردي تكون هنالك مساوئ من الخوف والتردد وعدم الثقة. نعم. إذا كان هناك، إذا تعودت دائما أنه أخفي شخصيتي، فمن الممكن
وغير الممكن نعم. انه اظهر للناس بهذه الشخصيه. نعم. اخفي ارائي، اخفي طموحاتي، اخفي قيمي. اخفاء القيم مساله مهمه جدا. نعم. لان القيم هي محرك للسلوك، واعظم محرك للسلوك هي القيم. طيب. فبالتالي اذا كانت هنالك القيم واخفيت هذه القيم وتعود على اخفاء هذه القيم فاخفيت اعظم محرك للسلوك. جميل. اما على المستوى الاجتماعي فهنالك اعظم شيء هو الهدر الاجتماعي. جميل. الهدر الاجتماعي عندنا هدر كبير، هدر بالطاقات. اذا كان هنالك طاقات مكبوته في داخلي واظهرتها بهذه المظهر فبددتها بغير محلها أصلاً. بغير محلها. نعم. فبددت هذه الطاقات. اكو طاقات عاطفيه. نعم. تشوف علاقات عاطفيه تحدث من هذا التخفي. هذه العلاقات العاطفيه اولا لا تدوم، اثنين تكون لحظيه وهميه. نعم. وهميه، وايضا لا تدوم ابدا، وقد لا تدوم تعرض أبداً. المقابل الى مشاكل، الى نكسات نفسيه والى اخره. نعم. فبالتالي هذه هدر بالجانب العاطفي. اما الهدر بالجانب الفكري وهو المهم جدا، كثير من الاراء تطرح عن طريق هذه الحسابات الوهميه ولا يؤخذ بنظر الاعتبار، لا يؤخذ لها بال. نعم. لا يقل لها بال. ليش لا يقل لها بال؟ لانه ما نعرف من المتصل، ما نعرف من اللي شارك بآرائه. نعم. اما المعروف بآرائه فممكن ان تؤخذ آرائه وتفعل آرائه. نعم. نعم. بما انه تتكلم عن الآراء خلينا ناخذ واحد من الآراء، خلينا نشاهد مشاهدينا. اكو بنات يخافون على يعني اسماهن، وجزء احاول اكثر البنات يحاولون ما يخلون اسماهم لان نفس المنطقه يقول لك شو يذبحون عني ويلقوني. واكو لا اكو بنات يعني جاي يتعرضون باسماء صديقات، يعني اقرب البنات انهم جاي يتعرضون انهم ويحدون باسماهم يحجون، وهذا مشي غلط. هو اساس تيهول الانترنيه الصحيه، هو عقب ما كان يعني تواصل اجتماعي قوي وهاي جوي تيهو يعني وخلوه شاطب باطي. يعني توقع واحد بالسادس ابتدائي، طفله بالسادس ابتدائي عندها فيس؟ لا هذا فد شيء غلط اني احسه. يعني واحد لازم من يستعمله باحترام، اكو يستعمله ببرامج، يستعمله ببحث، يستعمله. هم لا جوي خربوه شاطب باطي صار. بعدنا نفس المفصل اللي نتكلم به اللي هو السايكولوجي. هنا قلنا على الآراء، وإحنا يجوز ما نقدر نطرح آراءنا إلا بصورة متخفية، وهذا الرأي حسب ما تفضلت به إنه اللي يطرح رأيه بصورة متخفية لا يؤخذ به. إذن هنا شنو تأثير هذا الشخص إذا هو أصلاً يبقى لا يؤخذ بآراءه ولا يؤخذ بكلامه؟ ليش أنا أبقى متخفي؟ جميل. إحنا ذكرنا أيضاً قلنا من الجانب النفسي أيضاً إنه هذا التخفي قد يكون تردد. نعم. وعدم ثقة في ذات الإنسان. ضعف تقدير الذات في ذات الإنسان راح يؤدي إلى التخفي. نعم. هذا عبارة عن قناع. كما ذكر فرويد في نظريته أنه تتكون الاتجاهات بعد أن يصيب الشخص بالإحباط. نعم. عندما يصيب الشخص بالإحباط هنالك عدة وجوه ممكن أن ألبسها. نعم. هذا الوجه وخطورة هذا الوجه هي أنه تعمل بالعقل اللاواعي. العقل اللاواعي محرك عظيم من محركات الإنسان. نقدر نقول هذا التخفي يخلق عشوائية بالطرح؟ ممتاز. يخلق التبرير. هذا التبرير من هذه التبريرات هي اللي تفضلت به بعض العشوائية. هذا التبرير من ضمن الأشياء اللي ذكرها فرويد انه نتغطى بغطاء التبرير. نعم. التبرير انه نبرر اي سلوك. نعم. نبرر اي سلوك حتى نخفي الدوافع الحقيقيه في داخلنا. نعم. هذا نتيجه الاحباط. على سبيل المثال نطرح فد موضوع معين ينزل للنقاش فيتخفى هذا الشخص بخفاء، يتحجج باراء وتبريرات، يعطي تبريرات انه المساله الامنيه، اخاف اتكلم وتحدث لي مشاكل، أخاف كذا أخاف كذا إلى آخره. هذه التبريرات. نعم. هي عبارة عن تبريرات. هذه التبريرات واقعية؟ قد تكون واقعية وقد تكون لا واقعية. قد تكون في داخل أنفسنا، إحنا حطينا حواجز في داخل أنفسنا. نعم. قد تكون واقعية، لكن إذا كانت واقعية فمن الممكن هنالك بدائل. البدائل أنه أتعلم الحوار بأسلوب حضاري. جميل. أتعلم الحوار بأسلوب حضاري، ما أسفه آراء الآخرين. هنا بس اكو نقطة مهمة انه من حضرتك قلت اتعلم،
هنا إذا ما تعلمت هنا نقدر نقول التخفي يؤدي إلى الكسل في التعلم، إنه الاعتماد على التخفي خلاص ما يحتاج أتعلم شلون أحاور، يعني خلي أتخفى وأحكي بكيفي يعني. أكيد التخفي ينتج ضعف بالتواصل، نعم، ضعف وتردد في التواصل مع الآخرين، نعم، أيضا ضعف بالتعلم، لا نتعلم كيف نتعلم، نعم، من خلال الحوار ومن خلال التواصل هذا رح يرجع لنا فيدباك. طيب. خلينا نشوف. فبالتالي رح يعني تقوى الاتصال. ويانا اتصال عمار من بغداد. أهلا وسهلا بك عمار. مرحبا. أهلا وسهلا بك عمار. أهلا وسهلا بك. أشكركم على هذا البرنامج الجميل والحادث. شكرا لك. شكرا لك عمار. بالنسبة للفيسبوك أكثر الناس تخلي أسامي وهمية. نعم. يعني أكو ناس هم أساسا رجال أو ولد أو شباب. نعم. يخلون صور وأسامي بنات. يستغلون وهذا الشيء ينصبون على الولد اللي بيشوفهم. شنو الهدف؟ الهدف شنو؟ الهدف هو هاي مجرد انه يصور انه هو ينصب على الشخص المقابل او يزعجهم او يشوف نقاط ضعفهم وبعدين يضحك عليهم ويقلد عليهم. زين. هسه انا من الناس اي بني يدفني استضافه من فيسبوك ما اعرف اذا ما اتاكد من عندها انه اما اتصال او تدي صوره بحيث او تفتح لي صوره وصوت بحيث انا اعرف انه هاي البنيه حقيقيه. نعم. يلا اقدر اسولف واتاكد من اصدقائي مضيوفه عندهم هي. نعم. اكو حاله عندك؟ اكو حاله مريت بيها انه بنيه وطلعت ولد مثلا؟ لا انا ما طلعت هاي المحاوله بس متاكد لانه اسمع من اصدقائي. نعم. واسمع من يعني جماعه كثيرتهم يقولون انتم شوف اكون حذر. طيب. اكون حذر واكو اكو اسامي وهميه تستغل الفيس. نعم. يعني مع احتراماتي لك اول ما تجي ضيفك. نعم. اول ما تسولف فيها وراح اقولها يعني صراحه انه تطلب انه تمارس وياك الجنس وهاي عن طريق هاي السوالف. نعم. صراحه تقول لك عندك سكايب تقول لي اذا قلت لي اي راح تفتح فيديو وياك ويقشرون عليك وبعدين يستغلوك وتبدي التهديدات مالتهم. يعني ابتزاز الشخص المقابل هنا قضيه ابتزاز تصير. طبعا ابتزاز يعني جدا. نعم. حقير. نعم نعم. يعني يستغلون الشخص وحتى المقابل اللي يفتح الكاميرا له هو فيديو وليس. نعم. انه امراه حقيقيه. نعم. بس مجرد انه يعني يجيبوا اكثر من لازم في سبيل ان يستغلوا ويستفادوا من عنده. شكرا جزيلا عمار. شكرا جزيلا عمار على هذا الاتصال. اعتقد هذا قضيه مهمه هنا الابتزاز وطرح شيء اخر مخالف للواقع وبعدين يبتزوه. اكيد هذا من ضمن الشق النفسي. نعم. من ضمن الشق النفسي سايكولوجي هنالك ابتزاز وهنالك إثارة شائعات. نعم. الابتزاز خطر جدا بل يهدد المجتمع، يهدد المجتمع بالتفكك ويهدد هدر اجتماعي عالي جدا. نعم. هذا الابتزاز علينا أن نحذر مثل ما ذكر المتصل الكريم. الحذر واجب مهم جدا. طيب. الحذر التواصل لأجل أهداف. نعم. إذا كانت عندنا أهداف حقيقية ومرسومة في حياتنا من أجل هذا التواصل فهناك كثير من الناس يستفيدون من التواصل الاجتماعي عن طريق تسويق آرائهم. نعم. تسويق أفكارهم، تسويق مشاريعهم. أحدث تغير دراماتيكي بالعالم. طبعا. من خلال هذا التواصل. طبعا. هذا الجانب الإيجابي. هذا الجانب الإيجابي. نعم. أما الجانب السلبي اللي هو الابتزاز وإثارة الشائعات علينا أن نحد من هذا الابتزاز. طيب. خلينا نشوف علي ويانا. نرجع لعلي. علي انت من كثرة التواصل الاجتماعي وتواصلك بي يعني اصدقائك الحالات اللي شاهدتها شنو تقدر تحكي لنا عن هذه الحالات عن بعضها؟ بلال هواية هي صارت حالات وياي من ابسطها قبل ما نبدا الحلقة بانه عندي يعني بنية صديقتي. نعم. اوكي على الفيسبوك فات لها شخص بانه حاول يحكي وياها لمجرد هو بروفايل كامل صور صورته موجوده عنوانه موجود امورك يعني كلها تمام بانه هو يحيي هذا الشخص حقيقي لمجرد استمرت ظل بانه يكون على تواصل هو وياه. نعم. هي وياها استمرت هاي لفتره سنه او سنتين هي تتواصل وياه هو يتواصل وياها. طيب. بانه صارت بيناتهم علاقه حب وبانه هو يرسل صوره عادي وهي ترسل صورها يعني صار كانما يعني علاقه حب بس لمجرد هم ما حد يشوف الاخ. نعم. وصلت المرحله بانه البنيه لازم تفوت كليه فاتت للكليه صدفه لقت الشخص اللي تحكي وياه واللي يدزلها الصور هو موجود قبال عينها بس لمجرد فاتت من يمه هي ما تعرفه اصلا يعني هو. طيب. كانه ما يعرفها
لمجرد بنية صارت يعني فاتت بحالة صدمة كلش قوية، بحيث يعني ما تعرف شنو اللي ظهر، اللي ظهر بأنه تبين شنو؟ اللي تبين بأنه هو أصلاً هذا اللي كانت تحكي وياه عن طريق التواصل، عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي، هو إنسان مو حقيقي، هو هذا الحقيقي، لمجرد مستغل صور هذا الإنسان وهو يتكلم عن، يعني حتى تكون المسألة واضحة أنه اللي كان يتكلم وياها إنسان آخر أخذ صور هذا الشخص أو هذا الشاب وخلاها بالبروفايل مالته حتى يتحدث بالنيابه عنه. بالضبط، اصلا بعد ما اكتشفنا بان الوضعيه الولد اللي كان يحكي وياه بانه اصلا لا بيتهم بغداد، بيتهم بغير مكان بعيد، غير محافظه اصلا، وبغير باسم وبغير كل شيء يعني، بس متخذ شخصيه أخرى. متخذ شخصيه أخرى. طيب استاذ ثامر، يعني هنا اكو نقطه مهمه، هنا التخفي صار نوعين، مره التخفي اللي هو تخفي واضح، يعني اني اتخفى باسم واضح انه اني متخفي، والصورة يجوز صورة فنان مثلاً، يعني هو أنا واضح أنه متخفي، ومرة تخفي غير واضح، يعني هنا يصير بي مشكلة أنه متخفي هسه مثل هذه الحالة، هو متخفي لكن متخفي باسم كأنه حقيقي وصور كأنه حقيقية، هنا شو راح نتعامل ويا هاي الحالتين؟ جميل، عندنا حالات هي بالتخفي. نعم. أكو أشخاص حقيقيين يظهرون بمظهر الحقيقي واللي ذكرته حضرتك، وأكو أشخاص يتخفون بمظاهر بأسماء وصور قريبة عن واقع عملهم، قريبة عن واقع عملهم لكن ما تظهر حقيقتهم. وأكو أشخاص يتخفون تماماً، يتخفون تماماً، كأن يظهر يضع صورة امرأة، أجمل امرأة، ويضع بأجمل صورة رجل ويتخفون، بل والأخطر من ذلك أنه المرأة تتخفى بصورة رجل والرجل يتخفى بصورة مرأة. هذا مشكلة هنا. هذه مشكلة، هذا حقيقة كل هذا هدر اجتماعي اللي قلنا قبل قليل. نعم. هذا هدر اجتماعي. الحذر من عنده، الحذر من عنده أنه نتأكد من البروفايل أي شخص، ونسأل بعض الأسئلة، ما نقبل الصداقة إلا بعد التحقق من حقيقة هذا الشخص. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية هو الوعي، نشر الوعي الثقافي بين المجتمع وبين الوعي الذاتي أيضا. نعم. الوعي الذاتي مسألة مهمة جدا، والوعي المجتمعي مسألة مهمة جدا، وهذه من يعني رسائلكم أنتم الإعلاميين. نعم. الإعلام متواصل مع الآن، مع الحاضر، فالتواصل مع الحاضر الآن توعون على هذه المسألة، وأنا أشكر شكرا جزيلا. نعم. على هذه الحلقة الفريدة من نوعها. شكرا اللي طرحت وسلطت الضوء على هكذا مشروع ناجح لتوعية المجتمع بهذه الخصيصة اللي حقيقة مهملة. وأني أناشد المسؤولين. نعم. وأناشد أيضا الباحثين أنه يطرحون آراءهم وبحوثهم على هذه المسألة الشائكة. نعم. مسألة أيضا مهمة جدا، ألا وهي ضبط الحريات. نعم. سمعت في يعني قرأت البارحة عن بعض الدول ما يتقبل انه يسوي فيسبوك الا بعد ان يدخل رمزه الوطني، او يعني الرمز يعني اللي نسميه الرقم الوطني. نعم. له ما تقبل يسوي الفيسبوك الا بعد دخول هذا الرمز حتى تحد من هذه الظاهره. شنو هذا الفائده من الرمز؟ الفائده من انه معرف، انه هذا الشخص يكون معرف، ادريس باعتبار. بالضبط، يكون الشخص معرف. أيدريس. لا يمكن ان يعمل فيسبوك الا ان يكون الشخص معرف. نعم. هذا راح يحد من هذه المسائل. وحقيقه انا مع انه تكون الحريات مقيده، لا تكون حريات مطلقه. الحريات المطلقه يعني معناها مفسده مطلقه، الحريه المقيده هي التي تعطي الحريه نكهتها. طيب. ورونقها. طيب علي، قبل ما اجي لك، اول شيء خلينا نشوف حاله من الحالات ونرجع نتكلم يعني. يعني هواية أسباب، هي الأسباب معروفة، يعني شيء أكيد بنية تخاف بأنه تحط صورتها على الفيس، لأن أول شيء يعني مجتمع، إحنا اجتماعي، يعني المجتمع اللي إحنا بيه يعني أكثر الشباب ما احتراماتي للشباب، أو أقول لك أكثريتهم يعني إذا شافوا صورة مال بنية مثلاً، البنية تعجبها تحط صورتها على الفيس، أنا شاف صفرتها على الفيس طبلها على الفيس مثلاً، يحكيها يتحرش بيها، يعني أكو هواية أمور تصير. أكثر البنات يعني تحافظ على سمعتها، يعني أكثر البنات تحافظ على سمعتها، يعني فما تخلي لا صورتها على الفيس ولا اسمها على الفيس. طبعا كثير من الآراء عندنا، واعتقد طرحنا بعض من عندها، لكن نرجع الى قضية ايضا مهمة اللي هي المجاميع.
اليوم اللي نشوف اللي يسموها الجروبات، هذه شنو تأثيرها؟ جميل. من ضمن النظام الحاكم للجروبات يسموها بالسيكولوجية، يسموها سيكولوجية التجمهر، the psychology of crowd. نعم. سيكولوجية التجمهر عندما أجد مجموعة كبيرة من الجروب، جروب كبير جدا، نعم، بأسماء كثيرة لا تمت للواقع بصلة، أسماء وهمية متخفين، فأنا راح أقول هذه الأسماء يعني واضحة أنها متخفية، واضحة أنه يعني أنه رموز مو أسماء، رموز. نعم. فبالتالي راح يصير يعمل هنا مسألة العقل الجمعي. أنا أسلم عقلي وأسلم تصرفاتي إلى هذا المحيط، فبالتالي أنا أقوم يعني أبدي أتصرف مثل تصرف المجموعة اللي موجودة. طيب قبل ما نكمل خلينا نشوف علي رأيه بالتجمعات هذه والجروبات. علي أعتقد أنت تنتمي لبعض الجروبات أو التجمعات. أي نعم. نعم. شلون تشوف هذه الجروبات اللي موجودة سواء كان بالفيسبوك أو غير الفيسبوك؟ مو هي حسب بلال بأنه مجموعة الجروبات، أول شيء هو الجروب كان يخص شنو؟ هواية إحنا مثلا عندنا جروبات تخص تصوير، تخص كمال أجسام، تخص لا لمجرد جروب كلية إحنا بياناتنا يكون ونتواصل به عن طريق الدراسة أو نعم. يعني هيك شيء. هذا الجروب كله أسماء واضحة اللي أنت بيها لو أكو أسماء وهمية يعني؟ لا لا، أكو من عندها هواية أسماء وهمية، وأكثريتها إحنا الجروبات اللي أنا شايفها يعني خلال حياتي من جماعة كمال الأجسام. نعم. هواية بنات مسويات بروفايل باسم ولد تفوت على هاي الجروبات وتسمع الحكي وتسمع شنو اللي يصير لمجرد بأنه هي ما تقدر تفوت كبنية تفوت لهذا المجتمع أو هذا الجروب، لأنه باعتبار عن مجتمع مغلق بالتواصل الاجتماعي. نعم. فأكثرية البنات بأنه ما تفوت ببروفايل، تفوت ببروفايل سو بروفايل ولد وتفوت بي. ليش تخاف؟ خوفا على يعني الأسباب من عدا اللي أنا أعرفها واللي مستفسر عليها. نعم. تقول لك يعني البنات يقول مثلا إحنا عندنا أنوثة، تقول بأنه أنا اهتمامي سيقولون هاي حالها حال الرجال، اهتماماتها وحبها بأنه للرجال، فيصير عليها فد انتقاد معين من أصدقائها. إذا تأثير المجتمع هنا. بالضبط. طيب هنا راح يصير أكو مشكلة، أن أكو شخص يريد ينتمي إلى جروب معين لكن يمنع المجتمع، هنا مبرر التخفي؟ تأثير المجتمع، تأثير المجتمع حاكم على تصرفاتنا. نعم. لكن هل يبرر التخفي؟ لا يبرر التخفي. طيب. لا يبرر التخفي لأنه الراجح هو الظهور بالمظهر الحقيقي. نعم. أما الغير راجح أنه الظهور، بالتالي إذا ما أردت أنه أدخل إلى أتخفى أدخل باسم الحقيقي، إذا كان يسبب لي مشاكل فمن المفروض أنه ما أدخل. من المفروض أنه ما أدخل. ليش أنه ما أدخل؟ بمسألة وبعد سيكولوجي مهم جدا. نعم. هذا البعد السيكولوجي مهم جدا ألا وهو الدماغ. الدماغ يشكل الثقافة، الدماغ هو مسؤول عن كل السلوكيات مالتنا، فالدماغ هو الذي يشكل المحيط، نحن نشكل محيطنا العلمي، محيطنا الاقتصادي، محيطنا الاجتماعي عن طريق أدمغتنا نشكل. ولكن هذه مسألة تفاعلية، المحيط يشكل الدماغ ويعيد تشكيل الدماغ من جديد. نعم. إذا تعلمنا على التخفي وتعلمنا على إظهار بمظهر والظهور بمظهر غير المظهر الذي نحن عليه والكلام بغير الكلام وقيمنا، رح يشكل دماغنا من جديد، رح نعيد تشكيل نفسنا ونعيد تشكيل قيمنا من جديد. جميل. بالتالي يتأثر المجتمع تأثر واضح وبين على مسألة عدم الثقة. يصير هدر اجتماعي عالي، عدم ثقة بالمجتمع، المجتمع يكون مفكك اجتماعيا، رح تسود عدم المصداقية، وعدم المصداقية تبرر عمل أي شيء. طيب. إذا ما كان عندنا صدق في التعامل رح نبرر عمل أي شيء، وهذا من ضمن التبريرات. نعم. وأيضا رح تجينا مرحلة أخرى من المراحل اللي ذكرها فرويد. نعم. اللي هي مرحلة التعويض. إحنا رح إذا ما يعني من حالات الإحباط اللي رح يصير عندنا. نعم. نعوض بشيء آخر، قد يكون هذا الفيسبوك اللي سويناه وهمي، قد يكون حالة نقص، شيء عندي نقص صار عندي هذا، فأريد أنتقم لهذا الشيء، يسمي تعويض، أنتقم بشيء آخر أو أدخل وأنقم على شيء آخر حتى أعوض هذا النقص الذي حدث في داخلي. جميل.
البعض يقول انه خاصة النساء يقولون احنا مثلا بداخلنا كثير من الافكار، كثير من القضايا بداخلنا نريد نعبر عنها، المجتمع ما يسمح لنا فنضطر الى التخفي. هذا مبرر؟ نحن قلنا نرجع ونقول لا مبرر، حتى لا مبرر حتى، لانه يشكل الدماغ. نعم. ويشكل تشكيل مجتمع كامل، فبالتالي هذا راح يصير، قلنا راح نرجع الى مسألة الهدر ممكن الاجتماعي. ممكن انه الانسان يكون عنده شخصيتين؟ نحن أشخاص، نحن عندنا أدوار. نعم. ممكن عندنا أدوار، دور اجتماعي، دور الأب، ودور آخر دور الموظف، عندنا. نعم. أدوار، لكن كأن تكون شخصيتين وكل واحد إلى قيمها رح يسبب ازدواجية بالسلوك وازدواجية. نعم. بالمعايير. هذا التخفي ما يخلق شخصيتين؟ يخلق شخصيتين. نعم. وأيضا رح يصير ازدواجية عندنا بالمعايير، ازدواجية بالسلوك، وازدواجية أيضا بالقيم. نعم. فبالتالي قيمنا، سلمية القيم مالتنا راح تكون مهددة بالإسقاط. سلمية القيم تكون قابل للتحول، فبالتالي هذا مسألة خطيرة جدا. إذا ما كان عندنا سلمية وهرمية بالقيم راح تكون نحن سلوكياتنا مهددة. نعم. لأن نحن 80% من عندنا قيم وأفكار، 20% هي سلوكيات. نعم. فالسلوكيات التي تظهر للسطح هي لا تمثل كل قيمنا، لكن إذا تغير السلوكيات مرة بعد مرة بعد مرة ستؤثر على قيمنا وتؤثر على أفكارنا ومعتقداتنا، بالتالي تؤثر على محيطنا والبيئة المحيطة. جميل. هذا شقد منتشر حاليا هاي القضية كلها اللي بدنا نحكي بيها احنا، شقد منتشر حاليا برأيك يعني؟ حسب، ماكو إحصائية، حسب ما وجدت ماكو إحصائية ثابتة. نعم. ولكن هنالك بالوطن العربي مسألة مهمة جدا منتشرة، هو التخفي. طيب. منتشر بشكل كبير. هذا يعتبر قلة الثقافة، قلة وعي بالتواصل نفسه، يعني قضية اسم شيء اسمه تواصل اجتماعي. الانفتاح العالمي، الانفتاح. نعم. العالمي والتحول الدراماتيكي العالمي هذا أتاح لنا انفتاح عالي جدا وتواصل عالي جدا. نعم. بعض العقول غير مهيئة لهذا التواصل، بالتالي سووا هذه الأفعال. بعض العقول مهيئة تماما لهذا التواصل، بالتالي هم أشخاص حقيقيون ظهروا ببروفايلات واضحة وجلية، سوقوا أفكارهم، قدروا يتواصلون، قدروا يسوقون أعمالهم، قدروا يسوقون نفسهم. بعض الأشخاص غير مهيئين تماما. علينا نحن كمثقفين وكمدربي تنمية بشرية وكإعلام حضراتكم أن نثقف على هذه المسألة، مسألة أنه الانفتاح على الشخص الآخر حلها الوحيد أنه نتحاور بكل شفافية. نعم. أنه من سفه أراء الآخرين، نتحاور بشفافية، نتحاور بمصداقية، نخلي قيمة للرأي الآخر. نعم. لا أن نسفه الرأي الآخر وأن نضيق الحريات. جميل. فتح الحريات هي الحل. نعم. علي، كم حساب بالفيس عندك؟ 4000 وكسر. لا لا، الشخصية مالتك. ها. لا مو 4000. انت كم حساب عندك؟ صراحة انا عندي 2. ها؟ 2. 2. ليش 2؟ واحد من عندهم العالم كلها تعرفه اللي هو مالتي الشخصي، والاخ يكون مبهم، ما بي لا اي صورة لا اي معلومة، لا يعني شيء لمجرد شيء شخص احب اراقبه، احب اني اطرح افكار اللي ما اقدر اطرحها قدام العالم البقية اللي هي بصورتي، انا بصورتي بشخصيتي بهاي الامور، لانه ما اريد احصل اي نقد من المجتمع او من اي احد، فمتجه لهذا الشيء المخفي اللي اني اطلع به كل هاي الامور. طيب انت شلون تتعامل مع الحسابين؟ يعني مره تفتح هذا الحساب تكون علي. نعم. نفسك علي، هذا الحساب العادي والاعتيادي، وتحكي بكل تحفظ يعني يجوز. الحساب الاخر شنو راح يفرق من الحساب التسليم؟ الحساب اللاق بانه اني من افتحه اكون حر نفسي 100%، بانه من كل شيء، من تفكيره، من مبدأ بالحياه، من تصرفات، من طائفه، من اي شيء، بانه انا اكون حر بتقديم اي شيء يخصني اني واطرحه للعالم. نعم. تشوف اكو تقبل من الحسابين نفس الشيء؟ الناس البقيه يعني اكيد الحساب الاول اللي هو الشخصي مالتي، وهاي لانه لمجرد انا طالع للعالم بصوره يعني شلون نقول واقعيه بالضبط. نعم. بانما ذاك لا، حيكون يعني ذاك لا يكون
اكو من يعجبهم واكو من يكرهون اصلا يكرهون هذا البروفايل وما يعرفون منه، بس لمجرد ما نفسهم اذا يعرفون هذا علي هم راح يكرهون علي. واكو من يحبوه وهم هم اذا عرفه هو هذا علي. طيب من تتواصل ويا الناس، نعم، بالحساب المتخفي تتواصل ويا ناس ايضا متخفين لو تتواصل ويا ناس واقعيين؟ لا ويا ناس واقعيين، واكو بهم متخفين. واضح واقعي هو واو انه متخفي واضح؟ اي واضح عادي يعني، يعني رمز مو اسم بالضبط. طيب يعني هنا لاحظنا انه الكثير، طبعا هذا السؤال سالته لعلي، انا سالته كثير من الناس بالسيرش اللي سويته، لكن الاكثر يقول مثلا احنا عندنا اكثر من حساب سواء كان بالانستغرام او الفيسبوك او بقيه التواصل. هنا شنو راح يعني للناس؟ شلون راح نقدر نتعامل وياهم؟ شلون راح نتواصل؟ هنا شنو قضيه التواصل شنو ياثر عليها؟ تمام، اشكر استاذ علي على طرح الجريء. طبعا طرح جريء هذا حقيقة. في مركزنا سوينا استبيانات كثيرة وجتنا استشارات أيضا، نعم، آخرين يقولون عندنا فيس أو وسائل التواصل الاجتماعي بروفايلنا الحقيقي، نعم، وأيضا أكو بروفايل آخر، حساب آخر غير حقيقي، نعم. المسألة هنا إذا نسأله للسبب لماذا تكون إما سيكولوجية أو اجتماعية على الأغلب، إما سيكولوجية أو اجتماعية. نعم. من ناحية الاجتماعية ماكو حرية لطرح الآراء، أو قد تكون هنالك حرية طرح الآراء لكن نتعرض إلى نقد لاذع جدا، ونقد لاذع جدا رح يسيء إلى أنفسنا ورح يسيء إلى الآخرين، فبالتالي رح نتخفى بخفاء، فمهما يكون هذا الـ الاسم ما رح يعرف منه هذا الشخص. نعم. فبالتالي علينا أن نتواصل بحق، نتواصل بحق بحقيقة يعني بالحق، ونتواصل أيضا أن تكون مهارات التواصل مهارات التواصل مهمة جدا، أنه قد يكون رأيك صائب وقد يكون رأيي صائب، وقد يكون رأيك خطأ وقد يكون رأي خطأ، ويكون هنالك رأي ثالث هو أصوب من عندنا. نعم. فإذا كان أن هنالك مرونة، نعم، المرونة تكون استوديو مالتنا الآن أبيض وأسود، نعم، وبرنامجنا أبيض وأسود، الحقيقة أيضا هنالك أبيض وأسود، هنالك خير وشر، ولكن الدعوة إلها تكون عن طريق التدرج والألوان. لا أنه نحكم ليش على شخص رصاصي يعني اليوم حتى شوية تدرج، حتى يكون تدرج بالألوان حتى يكون تدرج بالألوان. الإقناع يأتي بالتدرج، فأطرح مفهوم، أتقبل الآراء، هذه مسألة، نعم، مهمة جدا، التقبل، نعم، بالآراء. طيب خلي نشوف أحد الآراء اللي يعني كانت واضحة عندنا اليوم، خلي نشوف. والله ما أدري، هي بكيفهم، مرات يكون لقب يعجبهم في الشيء يعني، ومرات هم بكيفهم غير. نعم. أنت كرنية خلين اسمك الحقيقي ولا لا؟ أي بخلي اسمي الحقيقي. ما عندك تخوف إنهم خلي اسمك الحقيقي أو صورتك؟ ما عندك تخوف إذا خليتي اسمك الحقيقي بالفيس أو صورتك؟ لا صورتي يعني ما أخليها، لأنه الولد يعني هسه مجتمعنا ما أعرف شلون هو. رجعنا وياكم مشاهدينا لتكملة موضوعنا لهذا اليوم، وأعتقد كثير من أصحاب الحسابات الوهمية بالفيسبوك اليوم مزعوجين من عندنا ودي ينتقدونه. هنا احنا حاليا هسه مؤثرين بالسلبي حاليا عليهم شوي، قد يكون هذا شعور سلبي جاهم، لكن هذه هي الحقيقة. نعم. الحل هو أنه الوعي. طيب. انه يكون عندنا وعي ذاتي. نعم. احنا نريد اخر 10 دقائق من البرنامج خلي ننتقل الى الامور الاخرى اللي هي ذكرتها انت، ذكرت 3 اقسام اللي هو سايكولوجي، ورجعنا اول شيء على السياسي، وخلي نتكلم على الموضوع السياسي. هنا الدوافع السياسيه، اليوم احنا في بلد يمر بازمات سياسيه ويمر باضطرابات امنيه، هنا شلون راح يتعامل الشاب او الرجل او الامراه او اي انسان، شلون راح يتعامل هنا مع بالتواصل الاجتماعي في ظل هذه الظروف؟ تمام. التواصل هو التواصل. اذا عندنا عمليه مرسل، وعندنا مستقبل، وعندنا، نعم، رساله، وعندنا اداه، وعندنا فيدباك يرجع لنا واللي هو رد الفعل. نعم. التواصل حتى اذا تحدثنا بالامور الايديولوجيه والامور السياسيه علينا ان ننفتح على الاخر. الحل هو الانفتاح الآخر، لا تسفيه آراء الآخرين.
الخوف من الحريات المقيدة والخوف لهذا، نفهم الحرية على أنه حرية مطلقة. نعم. الحرية المطلقة هي معناها مفسدة مطلقة. نعم. فبالتالي الحرية المنضبطة هي الحرية الصحيحة. لعبة كرة القدم. نعم. إذا ما كانت بها حدود، إذا ما كانت بها حدود وما كانت بها قوانين، لا توجد فيها جمالية. نعم. بالتالي كانت هناك هذه الحدود هي التي أعطتها الجمالية. بالتالي نفهم الحرية، إذا فهمنا مفهوم الحرية أنه تكون بضوابط، راح نفهم أنه هذه الضوابط. بالتواصل علينا أنه تكون هنالك مرونة، flexibility. نعم. إذا كانت هنالك مرونة بالتحاور، فما راح يكون أي إشكال. طيب. حتى وإن انتقدت حكومة، حتى وإن انتقدت السياسيين. نعم. لا أنتقدهم لشخصهم، أنتقدهم عفوا على أدائهم. الانتقاد على الأداء ليس كمن ينتقد لشخص. نعم. إثارة الانتقادات الشخصية هي التي تسبب بعض الأحيان التجريح، ويسبب أحيان بعض ذلك تقييد الحريات. طيب. إذا جرحنا بشخص، أما إذا انتقدنا أداء، فمن ممكن حتى إذا كان انتقادنا ما يكون انتقاد لاذع شديد. نعم. انتقاد لأجل التحسين، ويعني نسميه نقد بناء. النقد البناء هي لأجل تحسين أي قل ما تريد. طيب. يعني نتحدث بإيجابية، التحدث بالإيجابية هي أن نتحدث بما نريد، لا أن نتحدث بما لا نريد. يعني أستاذ بلال أريد كذا وكذا. نعم. لا أنه أشهر بيك وأقول كذا وكذا، هذا التحدث بالإيجابية هي أن أتحدث بما أريد، ماذا أريد أن يحدث. نعم. ماذا أريد أن يحصل من تغيير، هذا اللي نعم. ممكن أطرحه. الموضوع الثاني شنو كان بعد السياسي؟ السياسي والنفسي. نعم. والاجتماعي. نعم. احنا الاجتماعي ناقشناه والسياسي ناقشنا. هنا عندنا الموضوع النفسي، هنا شنو التأثير النفسي على بالتواصل الاجتماعي؟ وخلي يشوف علي ايضا يعني حتى يشاركنا بالرأي. علي، برأيك انت اليوم ايش قد تحبط نفسيا لما تتكلم ويا شخص ويطلع شخص آخر؟ كلش هو صارت وياك هذه الحالة لو مثلاً ويا أصدقائك؟ صارت تصير وياي، تصير ويا أصدقائي هواية، بأنه يعني أحكي ويا أنا شخص معين أو أنا قاصده كثير من الناس أصدقاء، صديق من أيام الطفولة أو كذا، أفوت على نفس الاسم على نفس الكذا، بأنه هو أصلاً يطلع هو أصلاً هو يعني ما عنده الشخص اللي أنا عاني هو ما عنده هذا البروفايل، أو ما عنده، أفوت وأحكي أو مثلاً أتوعد وياه وكذا، يطلع هو اصلا مو هو، يعني مثلا بانه هو ماخذ غير شخصيه. نعم. انسان مسوي مكانه بروفايل او فشي، هو اصلا نوبات اصلا يطلع لمجرد صدفه بانه يكون اسمه نفس هذا اللي يريد يسوي بروفايل فيك ويطلع مو هو اصلا. علي، انت يعني ايش قد باليوم تتواصل اجتماعيا؟ تقدر تقول 8 ساعات، 5 ساعات، 8 عدد من الساعات اعتقد كبير مو بالنسبه أو اليوم؟ يعني كل حياتي بالتليفون. يعني أهم شيء عندك التواصل الاجتماعي. أكيد. بدون التواصل الاجتماعي تقدر تتخيل نفسك؟ ما لا، يعني اللي أبسط شيء لمجرد بأن الإنترنت والتليفون يخلص لمجرد ساعة، أقوم بسأل لمجرد أريد أخذ كارت وأحط الرصيد على مود في سبيل فعل النت وكذا. يعني صعبة، صار الموضوع صعب. صار الموضوع جزء من الحياة. بالضبط. نعم. بحاجة إلى ثقافة بالتواصل الاجتماعي. كل شيء هو يحتاج التواصل الاجتماعي بأنه يكون به ثقافة. أنت أيضا بحاجة إلى ثقافة؟ أكيد. مستعد؟ طبعا. نتمنى أنه كل الشباب يكونوا مستعدين لتقبل الثقافة بالتواصل الاجتماعي وبكل مجالات الحياة، لكن التواصل الاجتماعي اللي صار هو اليوم جزء كبير من حياتنا. عندك كلمة أخيرة علي؟ لا. ما عندك؟ لا، شكرا. شكرا جزيلا لك وحضورك اليوم. ونتمنى أنه تستمر بتثقيف نفسك وتثقيف أصدقائك بالتواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا علي. عفوا. مشاهدين، خلينا نأخذ الحالة الأخيرة وراجع. يعني هذه الحالة دا تصير هواية هاي بالآونة الأخيرة، يعني مثلا البنات أكو ناس أهلهم ما يقبلون على هذا الشيء مال الفيس، فالبنية تضطر تسوي فيس، يعني أهلها ما يعرفوه وما تعطي معلوماتها نفسها هي، لأن تعرفين أكو عوالم متحضرة، وهذا الشيء يعني ده يسبب مشاكل بهواي عوالم، وصارت كثير من المشاكل بسبب هذا الفيس. وأكو يعني بس الولد أنا أشوفه يعني شيء فاشل، يعني هذا
اللي ما يكتب اسمه اكيد هو هذا انسان جاهل ومو مثقف، لانه هذا الفيسبوك هو شيء تواصل اجتماعي يتواصل بين الاصدقاء والاقارب، يعني واحد مثلا يعني صديقه ما شايفه صار لمده كثيره يكتب اسمه يكتب معلومات راح يطلع له، يعني شوفه هو هذا التواصل فشي، يعني والفيس يعني شيء حلو التواصل الاجتماعي، بس احنا يعني مثلا ما يعرفون يستخدمون الفيس بطريقه صحيحه. رجعنا وياكم بالجزء الاخير من البرنامج، واحنا اليوم تعبناكم يعني استاذ يبارك اريد نلخص كل اللي الحلقه اليوم، ما بقى عندنا غير 5 دقائق، هذه ال5 دقائق اريد نستغلها بملخص لحتى الناس اليوم يعرفون شنو هدفنا من هذه الحلقه. بالبدايه اريد نعرف شنو هو التواصل الاجتماعي بطريقه سريعه، وخلي الناس تعرف خاصه العوائل اللي يخافون انه مثلا يتواصلون بطريقه واضحه. جميل. نجي نعرف على عمليه الاتصال ونعيد تعريفها. نعم. عمليه الاتصال هي عمليه ديناميكيه متحضره تكون بين مستقبل وبين مرسل ومستقبل، وهنالك رساله وهنالك اداه وهنالك بيئه. نعم. حاضنه لهذا التواصل. التواصل اصبح ضروره من ضرورات الحياه. نعم. واصبح العالم تغير، اصبح العالم ليس قريه صغيره، أصبح العالم بيت صغير. قبل كان يكون قرية صغيرة، الآن أصبح بيت صغير، الحدث يحدث بعد دقائق، تجد العالم جزء كله أقل من دقائق، أقل من دقائق. بل وأصبح الشخص العادي هو صانع الحدث، هو صانع الحدث وهو مشارك بالحدث. لذلك أصبحت التواصل الاجتماعي ضرورة من ضرورات الحياة. علينا أولا أن نعي دورنا ومسؤوليتنا في هذا التواصل. أولا الوعي، الوعي بدورنا بالحياة ودورنا في هذا التواصل. 2، يكون عندنا هدف من هذا التواصل. هل من هذا التواصل أريد أن أسوق نفسي، أريد أن أطرح آرائي، أريد أن أفكاري، أريد أن أثقف العالم، أريد أن أوصل رسالة إلى العالم. نعم. ثالثا هنالك توازن، هنالك توازن بين التواصل الرقمي والتواصل الاجتماعي والتواصل الحقيقي. علينا أن نتوازن بين ما التواصل الإلكتروني والتواصل الحقيقي. هذا التوازن راح يحدث هنالك توازن في شخصية الإنسان كله. نعم. وأيضا الحكمة من هذا التواصل، الحكمة هي أعلى درجات الفهم. عندما نصل إلى أعلى درجات الفهم ستختفي كل العيوب اللي ذكرناها وكل هذه السلبيات اللي ذكرناها. نعم. من ناحية التواصل، وأيضا أن نتحلى بالمرونة العالية لتقبل أفكار الآخرين. التحلي بالمرونة هو الذي سيقلل بشكل كبير هذا التفاوت الكبير بين طبقات المجتمع، وأن نكون محاورين جيدين، وأن ننطلق إلى العالم برسالتنا وبفكرنا وبأفكارنا. جميل. الجميلة. إذن الأستاذ ثامر حساني مدرب تنمية بشرية، شكرا جزيلا على حضورك اليوم ويانا، وشكرا للمعلومات القيمة اللي قدمتها. نشكركم، شكرا جزيلا على هذه الحلقة. نعم. وعلى تواصلكم وتواصلكم معنا. شكرا جزيلا مشاهدينا. وقت البرنامج انتهى، لكن نقول كلمة واحدة، إذا ما ردت تفيد الناس على الأقل لا تضرهم. في أمان الله.